الحقيقة لو أكلنا أسماك دهنية مثلا زي السلمون زي التونة زي السردين، أو لو أكلنا بقوليات زي الفول العدس التوت الخضروات الورقية، اتكلمنا كمان عن شاي الماتشا اللي احنا امبارح اتكلمنا عليه امبارح. الشاي الماتشا ده طالع ترند، وقلنا في حلقة امبارح كل فوائده وكل السايد افكتس بتاعه اللي فاته حاجة يدخل ممتاز. على شات. التفاح والموز الخضار والفواكه بشكل عام اللي من عيلة مثلا الكرنب كلها، كلها الورقية. كمان الفواكه اللي من عيلة الباريز بلاك باري البلو باري السترو باريز اللي اخرهم كل انواع باريز، التوت دول كلهم مضادات للاكسده اكسده. وبتقلل من التوتر جدا. الخضار اللي هو زي البروكلي زي القرنبيط، نبيت في واحده ثالثه بتاعتهم بروكلي وارنبيط وال كولي فلاور ده القرنبيط الارنبيط كله والبروكلي، فلاور. مفيش حاجه البروكلي لا ثالثه ما فيش حاجه ثالثه. شبههم. دول مفيدين جدا، دول لو احنا كلناهم وكنا دايما مهتمين ان هم يكونوا في الدايت بتاعنا او في النظام الغذائي بتاعنا، هنلاقي ان احنا اتغيرنا تماما. نشاطنا نفسه والليفل مستوى نشاطنا زاد جدا، اكيد الطاقه انت ظابطه بتاعتنا الطاقه اللي بتخش الجسم. الطاقه زادت جدا جدا. في معلومه مهمه كمان الحقيقه عاوزه اقولها لكم، المتخصصين قالوا ان الست اللي بتعجن، مين فيكم جربت تعجن؟ الشيف العجين. بيعجن لنا وبيعمل لنا معجونات كتيره جدا، معجنة. معجنات معجونات كتير قوي، وعملتها لنا ايام كتير قوي، بتقعد بالظبط تعملها فروم سكراتش بايدك. بالظبط. مين بقى فكرت انها تعمل الحاجات دي؟ على فكره هو مش موضوع ان انت تعملي اكل أمهاتنا. حلو للعيال بس. تعرف يا شيف ان العجن، فكره ان انت تمسك حاجه بايدك وتشكلها وتعجنها، ده بيخلصنا من الطاقه السلبيه اللي ممكن تاثر علينا، وبيعالج الانكزايتيز التوتر، وبيعالج الاكتئاب، وبيعالج كمان البانيك اتاكس. عارفين البانيك اتاكس اللي هي نوبات الهلع او الفزع؟ طبعا دي بتدي ايه، بتطلع الطاقه السلبيه من جسمك. الدكاتره لو حد بيعاني من البانيك اتاكس بشكل مرضي واضطر يروح للدكتور، هتلاقي الدكتور بيقول له اول ما يجي لك البانيك اتاك المس حاجه علاج بايدك، طبيعي تكتشر حاجه من الطبيعه، اعجن، اغسل وشك بميه، اتوضى ميه ساقعه، دوش ميه ساقعه. فالحاجات دي كلها مفيده جدا. تخيل الست اللي بتعجن مره في الاسبوع مودها ممكن يبقى عامل ازاي؟ تفتكر ايه؟ اقول لك ليه بقى؟ لان عمليه العجن دي بتطلع كل الباور، الطاقه اللي عندها بتطلع في العجن. زي الست اللي بتلعب بوكسنج، لما تيجي تلعبي بوكسنج بتطلع الطاقه السلبيه اللي جواها. فطبعا العجن بياخد مجهود، فالطاقه السلبيه بتطلع فيها وتخدمي فيها وتعملي فيها. الامهات بتاعتنا كلها كانت بتعجن زمان، يا ريت البنات بتوع اليومين دول يظبطوا ايه مع بعض ويعجنوا مع بعض. طيب بالمناسبه دي بقى يا شيف، انا عايز اسالك سؤال. انا قلت الاكلات الحلوه اللي بتحسن مودنا وبتغير مزاجنا، في اكلات بقى كده بناكلها بتتعبنا، في اكلات بناكلها دايما يعني بتتعب معدتنا، بتتعب قولوننا، بتخلي مودنا وحش. والحقيقه هنتكلم عن كل الحاجات دي بالتفصيل النهارده، لكن الاول خلينا نتكلم على الاكلات اللي لما بنشوفها واحنا متضايقين او بناكلها واحنا متضايقين او بنشوفها على السفره تدينا سعادة. انت ايه الاكله لما بتشوفها وانت متضايق بتقلب مودك وبتخليك كده مبسوط وفرحان وسعيد؟ المحشي بالسموك بتاعه والبخار بتاعه، بتقلبي كده حلة المحشي في الشتاء في الساعة وتطلع البخار ده، بتديني سعادة جدا جدا. يا سلام والله، وبالذات الكرنب. وانت ايه اللي بيسعدك؟ الحمام تظبط لك مود. الحمام وهو طاير؟ لا، اول ما الحمام يجي بقى متحمر كده في الصينيه ومصوص، وجنبه البطاطس محمره، يا جمال، وجنبه البتنجان، يا جمال، يا سلام يا سلام يا سلام، وشويه شوربه حمام بقى مركز. مش عايزه اقول لك انا بقى ايه. والحقيقه يعني انا اديتك مثال عملي هنا في اعلم بالستات. دايما ساعات كده اول الحلقه ايه اكون مودك لسه ما انظبطش. لا أنا الحمد لله مودي دايما لا مظبوط، بس ساعات تعكنن عليا انت كده في النص انا برضو تعمل حاجه كده ولا دينا مثلا، فمودي ايه تعكنن شويه زي اي انسان طبيعي. طبيعي فانتوا لو لاحظتوا طالع اللي مركزين يعني معانا وفي حلقاتنا، احنا بقى يعني اول حلقه حاجه، ولما ندخل المطبخ اول ما نشوف المعمعه طالع بقى اللي مقلي طالع واللي طالع متسبك واللي متسبك طالع، تلاقونا بقى ايه عملنا كده ايه حاله نفسيه عاليه جدا، زي ما نكون عملنا دماغ وقعدنا انا والشيف بقى بريحه. وهو ده فعلا ريحه الاكل. وبنقعد بقى مبسوطين جدا وحالتنا فعلا بتختلف تتغير تماما. ومهما كان عندي ساعات باجي مثلا العيال تعبانه، ساعات باجي عندي ظروف، اول ما بشوف اكل الشيف مش عايزه اقول لك،
ففعلا الاكل يا جماعه بيأثر علينا بطريقه. واحنا الحقيقه نزلنا الشارع وسالنا الناس في الشارع، قلنا لهم ايه الاكله اللي لما بتشوفوها بتغير لكم مودكم تماما. هنشوف قالوا ايه وهنرجع نستقبل.